سيارة نوع كيا حمل. كيا حمل يعني مو سيارة خصوصي صغيرة، لا كيا حمل، واثق من نفسه يعني، وقاعد ومسيطر هيك بالسيارة، قاعد دا يسوق السيارة الحمل، الكيا الحمل. أولا بدون إجازة، إجازة سوق. ثانيا عمره دون السن القانوني المسموح به، حتى إذا صار سن قانوني مسموح به أنا متأكد ما راح يروح يطلع إجازة وما راح يتعب روحه. وفوق كل هذا السيارة ما بيها لوحات تسجيل، يعني 3 in 1 هاي مثل النسكافة مالت أبو أربيل اللي بيعها ب 16 دولار 3 in 1. لا بيها لوحات تسجيل، لا هي مرقمة، ولا أكو إجازة سياقة، والطفل عمره 12 سنة. طبعا المرور وقفوا الطفل وحجزوا المركبة في جراج حجز المرور، وتمت إحالته إلى مركز شرطة الأحداث. هسه يجي أبوه بالبيكيسي مالته، آه يا قاع انشقي وطميني، صدق كذب مرور يلقي القبض على ابني، ويهدد المرور ويهدد مدير المرور العام ويقول لهم أنا البيكيسي ما يسكت، والبهبهاني اللي وقلنا، والكيا الحملها مثل وقلنا، ويا قاع انشقي وطميني، شنو مخالفة؟ ترى ابني كل شيء ما مسوي، هي سيارة كيا حمل صغيرة ما مسجلة ما بيها رقم، صح ما عنده إجازات، صح ابني عمره 12-13 سنة، وصح هو ما مسموح له يقود السيارة تحت السن القانوني، بس أنكم ما لكم حق أن تلقون القبض على ابني، غير تجون تقولوا لي أنا أبوه أعرف شلون أربيه. هو صح قبل فترة أيضا طفل آخر ببغداد أخذ سيارة أبوه ودعم أبو تيك توك وكتل الرجال وزوجته اللي ببطن التيك توك اللي قاعدين بالتيك توك، هاي الحادثة قبل فترة صارت هم نفس الموضوع، طفل أخذ السيارة من أبوه طلع فات لك بابو تيك توك خطيه أبو تيك توك وزوجته كان أبو تيك توك كتلهم اثنينهم ماتوا موتهم، وهاي الحالة همينة بالبصرة. كيفهم بكيفه، دولة واحدة تروح تلقى بيتها حاط عليها علم البحر الكاريبي هيك واحدة، لا تقدر تحكيها، لا تقدر تناقشه، لا تقدر تقول له يابا شلون النوب، الطفل قاعد هيك مسيطر ولا خايف من المرور. يعني انت ركزي على الصورة عزيزي المخرج، دعونا نلاحظ وجه الطفل، نعم لاحظوا الطفل كيف انه ريلاكس مسترخي ما خايف، لا تظهر اي علامات القلق والتوتر على الطفل، يعني كلش ريلاكس وهادئ وما خايف الولد، ويشي هادئ يعني مرور قدامك ضابط مرور. عم احنا من كنا جهال عبرة الشارع نخاف نعبر، والله عبرة الشارع نخاف نعبر، نقول لا يجي ابويا يحاسبني وسين وجيم، واتهم بقضايا دولية خطيرة، هسه قاعد مسترخي هالشكل وحاط ايده وعلى الستيرن والمرور وقفني وشنو يعني؟ يعني عادي كلش طبيعي. فعليه رسالة إلى كل الآباء وإلى كل الأبناء، ترى أرواح الناس مو لعبة بديكم، يعني هذا الطفل لو فايت له بسيارة ثانية وفايت له بابو تيك توك لو أبو بسطية بالشارع وكاتلهم، إيش تقول لروحك؟ هسه يجيني ويعلق علي أنت شنو صباح تنتقد وتحكي وتعلق؟ لا حبيبي، الموضوع لما يتعلق بحياة آخرين وبالشارع ما لك حق أنه أنت تحكي وتنتقد، دول حياة ناس، الشارع مو ملكك أنت وحدك، إذا سيارتك ملكك أوكي ليش ما مرقمها؟ إذا ابنك هذا وأنت تخاف عليه شك وعايفة بالشارع ويطلع بالسيارة ويفتر ويهدد حياة ناس آخرين مرة بالشارع، إذا ابنك هذا اسأل عليه شوف شلون طلع، وإذا أنت تعرف به فالمصيبة أعظمه.